بس معلش يا جماعة، قبل ما نتكلم في بعض الملفات اللي عندنا، كلها ملفات مهمة، بس عايز أشيد بالمتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ شريف فؤاد، لأن أنا في الحقيقة النهاردة حضرت الحفل بتاع تدشين استاد النادي الأهلي. أستاذ علاء أعتقد كان موجود، طبعا لحد النهاية. كان موجود لحد نهاية الحفل، وبخلاف طبعا أستاذ يعقوب السعدي، ده قيمة إعلامية كبيرة يعني. لكن شوف شياكة الأستاذ شريف فؤاد، شوف أناقته، شوف أدبه، شوف احترامه، شوف أخلاقه، واجهة راجل، واجهة ينفع يكون متحدث رسمي لنادي كبير بحجم النادي الأهلي، واجهة راجل ما بتشوفوش كتير. بالمناسبة أستاذ برنامج ومذيع كبير بالمناسبة يعني، لكن ما تشوفوش كتير يعني، كله فين وفين لما يكون في حدث مهم ليه علاقة بالنادي فبيقوم بمهام وظيفته كمتحدث رسمي للنادي الأهلي على أكمل وجه. الراجل وهو بيتكلم ما تلاقيش عنده أخطاء في اللغة العربية. فحسنا فعل النادي الأهلي باختيار هذه الشخصية التي تتناسب مع قيمة النادي الأهلي ومع اسم النادي الأهلي الكبير، لأن مش أي حد يا جماعة معدي كده ينفع يكون متحدث رسمي، مش أي حد. الأندية الكبيرة لازم تختار الواجهة بتاعتها، ده راجل واجهة، راجل محترم، راجل شاطر، راجل مميز في أسلوبه، في تعبيراته، في كلامه، في أدبه، في أخلاقه، فلايق قوي على النادي الأهلي. أتمنى كل الأندية الكبيرة تختار الناس اللي تليق عليهم. فكان لازم أديله كل التحية وكل الرصيد، لأنه الراجل بصراحة النهاردة عجبني جدا أداؤه. مش أول مرة أشوفه يعني كمتحدث رسمي النادي الأهلي أو بيقدم حاجة مهمة ليها علاقة بالنادي الأهلي، لكن عجبني أسلوبه وأداؤه في الحقيقة. الأستاذ شريف فؤاد من الشخصيات المحترمة، فكان لازم ياخد حقه، لأن مش ناس كتير جدا بتتكلم عنه يعني. عمره استخدم برنامجه للتلقيح ولا الكلام، مش بتاع الكلام ده، هو أكبر من كده بكتير يعني. أستاذ عمر، النهارده النادي طبعا الاهلي، عايز اعلق بس على حضرتك اللي قلته، على استاذ شريف فؤاد. اتفق تماما. شريف اعلامي كبير، صديق عزيز جدا يعني، انا من اصدقائي الاعزاء شريف. تمام. محترم جدا، اعلامي محترم. بس انا رافض في نفس الوقت الاسقاط اللي حضرتك عملته. لا لا لا. على احمد سالم. لا لا. المتحدث أحمد سالم؟ الرسمي أحمد باسم سالم. نادي الزمالك. لا 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 خالص، ده خالص. اسقاط وانا ارفضه. لا، وجهه احمد نظرك. سالم واجهه محترمه، وجهه نظرك، حد محترم جدا، ومن الناس اللي قيمه وقامه، وعامل شغل كويس. بقول لك يا استاذ عمرو، انا دلوقتي جبت سيره حد. فانا لا، ثاني بس يعني. على فكره عايز اقول لك على حاجه. ارفض الاسقاط. طب هقول لك على حاجه، انا رافض تماما. طب هقول لك على حاجه، شريف محترم واحمد سالم محترم. وانا ما قلتش من احترام اي حد، انا ما قلتش من احترام اي حد، بس انا لو عايز اجيب اسم احمد سالم هجيب اسم احمد سالم، مش هيهمني. ما هو فيها انا بشيد مفهومه يعني. هو برضه اللي عايز يفهم يعني كده يفهم براحته. اللي انت عملته عمرو، انا بشيد بالمناسبه. الاسقاط اللي انت فهمته ده لان احمد سالم خرج عن النص، خرج عن دوره يعني. احنا بنتكلم على الاستاذ شريف فؤاد، ان راجل ملتزم بالخطوط العريضه للمتحدث الرسمي، ان هو يطلع بيتكلم باسم النادي الاهلي. لكن هو الثاني الاستاذ احمد سالم، وليه مني كل التقدير واحترام، صديق عزيز لينا كلنا بتاع. لكن فعلا اللي عمله التهديد اللي وجهه لكهربا، ده امر مرفوض. لان ده يعني، هل ده تهديد باسم نادي الزمالك؟ لا طبعا. هل نادي الزمالك هو اللي بيهدد؟ مؤكد نادي الزمالك. طب يبقى ومؤكد ان هو انتوا ليه عايز تفهم على انها تهديد؟ جماعه ليه؟ لما واحد بيقول لك انت اوعى مش عارف تحاسب من الناس اللي بره، لو مشيت في الشارع مش عارف ممكن يقابلك واحد كذا وبتاع وكذا. بص هو قال كده فعلا، مرفوض باي شكل من الاشكال. لكن ده تحذير. ليه انت قطعت على سؤالي؟ ايه بحكم منصبه، ايه اللي دخل كهربا في القصه بحكم منصبه؟ احنا مش مجرد خلاص، ده واحد متحدث باسم نادي الزمالك، ايه علاقته انه يتكلم على كهربا؟ طب ممكن يعني عايزين نفرق ما بين احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، لان هو والله العظيم لا استغل لا استغلنا في ملف احنا اصلا مش عايزين نتكلم فيه اساسا. لا لا، احنا مش عايزين نتكلم. وانا استغل برنامج يا عمرو عشان هو اقعد اتحدث كاعلام. لا ثانيه واحده بس اكمل. لا طب اكمل. هو تحدث في البرنامج باعتباره اعلامي. لما اعلاميين النادي الاهلي زي الاستاذ احمد موسى والاستاذ خالد، اسمه خالد ايه؟ مين؟ خالد المحامي، اسمه خالد ايه؟ خالد ابو بكر. خالد ابو بكر. لما طلع الاستاذ خالد ابو بكر طبعا، زميل عزيز الاستاذ خالد ابو بكر طبعا،
لما قال لك الدستور بيقول ان الاهلي يكسب، حد زعل؟ حد قال ان البرنامج اهلاوي؟ ما حدش قال كده. عمرو في فرق يا عمرو بين المديح والتهديد. هو الراجل وصل لابعد نقطه. بعد اذنك يا استاذ علاء، بعد اذنك استاذ عمرو، استاذ عمرو بعد اذنك. هو كل واحد حر في ادائه الاعلامي، لا بس الاهم، الاهم من كده، معلش خليني اكمل. طيب خليني اكمل. الاهم من كده ان انا وانا بادي دوري وادائي الاعلامي ما اكونش بحرض وبهدد. بالظبط، ما هو ده هو ده اللي بتكلم عليه. تمام، وبقول بطريقه غير مباشره. خلي بالك وانت ماشي ممكن تلاقي المتعصب وتلاقي ما هو بيحرض يا عمرو. لا مش تحريض، يعني كل الملايين اللي سموها دي حضرتك عايز تفهمها كده او تفسرها كده، ده اوكي براحتك، لكن هو مش تحريض، هو الراجل بيحذر. طيب بيقول له ما ينفعش فعلا. طب انا عايز اسالك سؤال، ليه انت كاعلامي وراجل محترم وانتوا اعلاميين ومحترمين ليه ما لومتوش كهربا على حديث شيكابالا اللي كل الناس اجمعت ان كان حديث رائع وراقي ومهذب؟ على فكره انا لما طلع كهربا في مكان تاني عمل اسقاط وعمل ما عجبنيش من كهربا خالص. ما عجبنيش من كهربا، مش شيك كهربا بتهاجم احمد سامي. لا حول ولا قوه الا بالله، نفس الكلام. لا هو بس الجمله اللي قالها امير في البدايه اللي هو الاشاده بالاستاذ شريف فؤاد، والله ده عشان يستحق. انت فتحت الموضوع مش احنا ثاني. اه بالظبط، انا والله العظيم ما كنت هفتح الموضوع، والله العظيم ما كنت هفتح الموضوع، لكن في نفس الوقت استاذ شريف فؤاد يستحق هذه الاشاده. احنا انا بقول لك شريف فؤاد، ايوه الموضوع ملوش علاقه بالغرض، ملوش علاقه بغرض، ملوش علاقه بغرض ولا اسقاط. لكن لو هتتكلم على اسقاط، ما انا عايز اقول لك على حاجه. انا بعذر جدا الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، بعذره حاجه بسيطه جدا ولازم الناس تاخد بالها من حاجه زي كده. الاستاذ احمد سالم تقريبا ما اعرفش والله تاريخه في الاعلام قد ايه، كامل احترامي وتقديري لشخصه، بس بقاله كتير اعتقد في الاعلام، اعتقد والله ما اعرف، بس ما كانش حد يعرف الاستاذ احمد سالم. يعني يوم مثلا مجلس اداره نادي الزمالك خد قرار بتعيين الاستاذ احمد سالم كمتحدث رسمي باسم نادي الزمالك، فقلت لهم يا جماعه كنت على الهوا، قلت لهم مين احمد سالم؟ طب وروني صورته يمكن اعرفه. كامل احترامي، والله ما اقصد حاجه، والله ما اقصد حاجه، بس انا جاي لك في الكلام عشان برضو لازم تاخد بالك وتراعي جزئيه زي دي. الكابتن او الاستاذ احمد سالم على مدار سنوات سابقه ما كانش حد يعرف ان هو اعلامي، ما كانش حد يعرف ان هو مذيع، لكن بمجرد ارتباطه باسم نادي كبير وعظيم وكيان كبير قوي ليه جماهيريه عظيمه زي نادي الزمالك، فطبعا التغير هيحصل بشكل كبير جدا. وانا ماشي في الشارع هلاقي اللي بيتصور معايا واللي بيسلم عليا خلاص عرفوني عشان انا متحدث رسمي باسم نادي الزمالك، لان ده نادي الزمالك بعراقته وقيمته بجماهيريته العظيمه. فلازم يا جماعه كامل الاحترام تحصل هزه شويه، لازم هتاثر غصب عني. بعض الشخصيات يعني بيحصل لها كده، تتاثر غصب عنها بحته اصل اللايكات والكومنتس والكلام من ده والريتش بتاع الفيسبوك والفيوز، حتى ما عنديش برنامج رياضي، فلازم نعذر الاستاذ احمد سالم في شك